السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. مثل ما هو واضح بالعنوان، خلصنا عندنا تحدي اللي هو دوريات هجينة. خلوني أوريكم عندي في المفضلة. طبعا ثواني بس أشوف. لا طيب، هذه هي الثلاثة اللي راح نشتغل عليها بعدين، لكن بسبب أنه ما عندي كوينز أجلها إلى وقت ثاني. فخلصنا هذه حاليا وراح نفتح البكيجات حقتها. زي ما انتم شايفين 5 باكيجات، ونبدأ الآن. خلونا نروح للمتجر استعراض الحزم، ويا رب يطلع شيء زين. طيب هذه هي، فخلونا نبدأ من الأسوأ. طبعا هي كلها ممتازة، لكن الميجا النادرة هي الأفضل. فخلوني أشوف الآن، ولتكن لاعبين، خلينا نشوف. طبعا ارجع اعيد انه ما عمري يعني طلع لي لاعب يسوى في حياتي مع فيفا، لكن نشوف الان. هذه البداية للأسف، لكن مثل ما قلت نخزنهم ونستثمرهم في تحديات ثانية. طيب نروح اللي بعدها اللي هي الإلكتروم، لعل وعسى. يلا يا رب. أيوة كيتا، ما يجيب شيء كيتا. يلا يلا ما هي مشكلة، كيتا كيتا. ما في شيء عن النادي. طيب نبدأ الآن، خلينا نشوف هذه الآن. طبعا نقول إن شاء الله يطلع، لكن ما أعتقد. بسم الله. طبعا هذه الدولة ما اعرف وين، ما اوكي. لاعب من فريق الاسبوع، تمام. شيء يمشي الحال، وخلونا نشوف كيف. اوه ممتاز، حلو. هذا يجيب سعر حلو، لكن انا مثل ما قلت ما هو بنيتي البيع، نيتي اني انا اخزن اكبر عدد من اللاعبين. يا سلام، سعر جدا ممتاز. نحتاجه بعدين. خلوني اشوف هذا كم. تسعة الاف ثمانمية، خلاص يعني هذا الحد الاعلى اعتقد انه 9800. ما هي مشكلة، نخزنهم بالنادي، نحتاجهم بعدين. طبعا هذا حط قائمة انتقالات. طيب ندخل في الجامد، حزمة ميجا، ونقول بسم الله ونشوف وش اللي راح يطلع. يا رب، أبغى لو لاعب واحد يسوى مثلا 100,000، راضي والله راضي. أيوة أي هذا حق بورتو. هذا هو ميجا، يعني مو هو بأنه لاعبين نادرين أو شيء، حتى الحزمة يعني لك عليها. يلا يلا ما هي مشكلة، وما يجيب سعر. يا سلام، الله المستعان. إن شاء الله الباكج الأخير إن شاء الله إنه راح يطلع فيه لاعب يسوى بإذن الله، يا رب. وما خاب من قال يا رب. أيوة تشيلي، لا تقول لي سانشيز. حلو، بدال ممتاز. طيب هذا يجيب سعر ما اعتقد، لكن خلونا نشوف. بدال غريبة صراحة، لكن حتى اللاعبين اللي معه يعني مقبول، يعني ما هو بأنه مش بطال، حلو يعني بحدود 12,000، يعني شيء مقبول ولكن ليس المأمول يعني على ما قالوا. والله خيبة أمل، ما أدري إيش أقول صراحة، للأسف. بيرين عندي، بيرين. طيب والله إحباط، يعني أنا تعبت والله، أنا قاعد أسوي الدوريات هجينة هذه، ولكن إن شاء الله الأمل في اللي راح نسويه بعدين راح نمسكهم حبة حبة.
فبسبب ان ما عندي كوينز فراح يكون تغطية على جنسيات هجينة بإذن الله نخلصها ويطلع لنا شيء يسوى بإذن الله. طبعا الفخر القومي هي أقوى شيء، وهذا اللي كان عندنا اليوم. يعطيكم العافية على المشاهدة، نراكم على خير، في أمان الله.